الصديق من صدقك، احنا تربينا من طفولتنا على المصطلح ده. يعني اجمل احساس في الدنيا انك ترجع للجذور، ان 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 يبقى لك اصحاب زي الجمال دول، جمال قلب وجمال صوره وجمال في كل حاجه. بدات اجمع الذاكره واجمع الاسماء، اكتب الاسماء مثلا يدويا، واخش على وسائل التواصل الاجتماعي واشوف بس ده اصدقاء مين وده اصدقاء مين، وبدات اتصل بالتليفونات. طب بدات عملت جروب على الواتس وسميناه ملتقى الاحبه مواليد 1965. تخيل ان بعد 45 سنه وكان الملتقى مع بعض، فكان اجمل يوم في حياتي، هو بصراحه يوم جميل، وحسينا بالطفوله والفطره والبراءه اللي احنا تربينا عليها. رب اخ لك لم تلده امك، دي موجوده. يعني ممكن معظمنا فيه سر، كلنا لنا اسرار مع بعض، يمكن اخويا ما يعرفوش. كنت باخده كده، كان بيشيل لي بعض الاجندات كده ويلف على الفصول. لا هو طبعا هو مش عايز يحكي المنظر ده، بس هو كنت انا مشغله في طوه. ما عنديش اكل وعايز اكل. جاب برضو مش عارف حله بطاطس مطبوخه كده، سكه طبعا مفيش لحمه ولا كلام فارغ. ماذا قال صلاح الدين الايوبي حينما شهدها جيش صلاح الدين؟ نصرك الله يا صلاح الدين ونصر جندك الابطال، انهم ذهبون الى الحرب وهم فرحون كانهم في يوم العيد. سقف يا اولاد. رسالة حب للدنيا كلها، يا ريت الناس تعرف تحب بعض، يا ريت الناس تتعلم ازاي تحب بعض. صديقي هو يعني انا حاسس ان هو كل حاجه. انا ممكن اشكيله وهو ممكن يشيلني وقت الزنقه، انا ممكن اشيله، هي دي الصداقه.